انت اذا صرت تبي تقتل التغنية لان نزل فيه شيء جديد افضل منها. التطور اني اكنسل الاي ار دي واخلي بالبلوتوث انا اقتل شيء عشان ابني شيء جديد. الشركات هي اللي بنت المستقبل حق اللي قدام الرئيسية. إيه عندك كل الميزات بس ما تقدر تخليهم الاساسية. ما تقدر. والتقنية ما راح تجلس على حق 100 شخص ولا 200 شخص. التقنية راح تمشي قدام. إيه. حتى اعداء ابل يعرفون ان ابل هي اللي تقود التكنولوجيا. انا افكر اني اخلي الخلفية سودا. فك نفسك. انا الحين انا ما بي لان الاولاد خلفية تقريبا سودا. السلام عليكم، اهلين فيكم في الجزء الرابع في الحوار بيني وبين علي، من هو الافضل الاندرويد او الاي او اس بوجهه نظري، الاي او اس بوجهه نظر الاندرويد. فاللي ما شاف الاجزاء اللي قبل يشوف روابط تحت في الوصف، شوف الاجزاء اللي قبل، كملوا معنا الجزء الرابع هذا. فخلونا نبدا. انا اقول لك ان ابل يعني كل 4 شهور 3 شهور تنزل لي ميزات جديده في الجهاز. انت الجهاز حقك اللي شريته قبل سنه، هذه الميزات اللي عندك فيه، بتغير كستمايز بدل ما تنزل ينزل لك الباقي. نزل ميزتين وسالف بعد اللي هي السوبر سلو موشن مالهم اللي هي 900 وما ادري. هذا في جهازك يعني؟ طبعا ما بكل سنه تنزل لك ميزات هي الشركه. ثاني حاجه اصلا غريب انها نزلت. طيب ثاني حاجه ان طبعا هذه المشكله ما من اندرويد نفسه، الشركات نفسهم هم اللي يقدرون يسوون. ادري بس بكلمك مثلا الشركات عندك انت ليش توصل اسعارها اسعار ابل؟ ما يستاهلون. لا انا قلت من قبل انه ما يستاهلون. يعني النوت 9 الفرق ما بينه وبين النت 8 وش بطارية أكبر، معالج ثاني ووتر كول هيت سينك، بيبين صغار نحاس فيهم كم نقطتين كربون ما أدري عشان يبردوا. أنت كم تعطي جهازك بقيمة يعني؟ يعني بالنسبة لي أنا أي جهاز أندرويد غير البكسل الحين جهاز جوجل تحت 2000 كويس يعني كسعر. يعني تحت 2000 يعني أنا بالنسبة لي 1005 كلهم يطيح سعرهم صراحة. يعني تقدر أكلمك لأن الحين دقيقة ليش يوصل الجهاز 1005 وأنت يا سامسونج يا سوني تكلم 1005 دولار؟ لا ريال 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 1500 ريال. اوكي انت ايش مسوي في الجهاز حقك؟ هو النظام جاهز. ايش عندك النظام جاهز بس حطوا السكن مالهم السكن حقهم اللي قبل وكل القطعه اللي يسوونها هم يسوون مانيفاكتشر لهم فيعني رخص للتركيب وهم يصنعون كل اكثر القطع. اوكي فاقول لك اياها يعتبر مفروض اصلا يبيعونه برخص لان اصلا هم رباحتهم زايده فيه. ايه. لان الكاميرا وكل شيء هذا هم يسوون الكاميرا الشاشه ما علي من هالاشياء. انا اكلمك الحين ابل. اوكي ابل تسوي الجهاز عندها تطوير حق ميزات يعني هاردوير كسامسونج ذي لو عندهم ميزات جديد قدام بيسوونها. طبعا كل شيء معروف ما تسوي شيء جديد. شو بتسوي فيه؟ السنه الجايه معالج جديد كاميرا جديده بتكبر ذي لو عندها تطوير. لو عندها تطوير اوكي 1500 واجد. 1500 دولار ريال. ريال ليش؟ لان اكثر شيء خسر في الجهاز البحوث. واذا عندك سوفت وير لعندك الار ان دي لو عندك سيرفرات حق اشياء عندك ابل تعطيك الجهاز لو انه ب 3000 ريال ب 4000 ريال او 5000 ريال مثلا تعطيك الجهاز وتقول لك اوكي هذا الجهاز حقك الحين عندك بعد 6 شهور 3 شهور راح نقعد عندنا موظفين يشتغلون يطورون الجهاز. والجهاز اللي عندك في ايدي الحين انا احنا هذا الايفون اللي عندي اول ما شريته نزل التحديث الاول مثلا فعل لي الاسم، التحديث الثاني اللي بعده فعل لي الكاميرا لحق قبل ما تصور تغبش في الخلفيه البورد البورد ليب بس قبل التصوير. السنه الجايه تنزل له ميزات في موظفين جالسين يشتغلون عندنا موظفين يشتغلون تقول لك السنه الجايه راح ينزل لك سوفت وير جديد وفي ميزات جديده والسنه اللي بعدها راح ينزل لك سوفت وير. يعني الجهاز حقي 4 سنوات مثلا الحين جهازي شريته 2018 الين 2020 21 في موظفين جالسين يشتغلون عندي لي انا لحق جهازي اللي شريته من 2018 يحدثون لي. يعني ما راح انا افتح واغير السكن مثل ما تقول عشان اشوف الجهاز الجديد حقي. لا ميزات جديده تنزل عندي من الشركه. الشركه تقول لك اذا اخذت الجهاز حقك ما ننقطع عنك نقول خلاص جهازك يلا راح ولا ندري عنك. لا كل 6 شهور 7 شهور تنزل لي ميزات. انا عندي الجهاز 2018 يا حبيبي 6 2015 السوفت وير حقي الايفون في نفس الثاني في نفس الثاني ينزل حق الايفون هذا القديم ال 2015 ينزل حق 2018 ومع الميزات بعض الميزات تقل صح بس في ميزات جديده تنزل. تحس ان الشركه شغاله عندك يقول لك اوكي عندنا اب ستور. اب ستور ترى حقنا انت شريت الجهاز منا بس انت عندك اب ستور. لايتونز بس عندك انت. اي كلاود بس عندك انت. كل هذه الموظفين وسيستم وشركه شغاله شركتين بعد وثلاث شركات تشتغل سيرفرات عندها ابل ميوزك. يعني تحس ان الشركه اوكي شريتها يستاهل 4000. انا في الشركه الى الان قاعده تخسر تعطي موظفين فلوس لانهم قاعدين يشتغلون لي. انت شو الشركه تشتغل عندك الحين في ذا الوقت شنو راح جوالك شري؟ سامسونج شو اللي تشتغل تحس انه اوكي سامسونج ما نسى جوالي
ما لا نسيت جوالي. أنا الحين أنا 8 أندرويد 8 صافي يعني حتى 8.1.0 يعني ما عندي. يعني الشركة إيش تستاهل تأخذ قيمة بالفين مثلاً؟ إيش اللي خسرت فين؟ هذا قلت لك إن ترى أصلاً نسبة ربحاتهم أكثر من نسبة ربحات اللي هي الأجهزة اللي هي الشركات الثانية. لأن يعني أبل الشاشة اللي مديصنع لها سامسونج الحين سامسونج وإل جي. دقيقة خلنا نتكلم عن. طبعاً في ناس يتكلمون أوه سامسونج جوالك من الآيفون يعني سامسونج يعني جوالك شنو سامسونج؟ لا بالعكس أنا أفتخر من الشيء. أنا ما أذم في سامسونج، أنا اللي جيت أذم سامسونج أذم في الأشياء اللي معالج ونظام ما تعرف إيه ما تعرف تشتغل. بس إن كل شركة أبل تجي لك تقول لك أوكي كل شركة في العالم عندها ميزة، فأقول لك يا مثلاً أبل تقول لك أوكي سامسونج ميزة الشاشة قوية عندها نأخذ من سامسونج، الكاميرا سوني قوية نأخذ من سوني، المعالج مثلاً تيس الله ما لا لا المعالج الحين أنتوا تصميمهم بس ما بصنعهم ما هم كله تصميم ما يصنعون فنسبة ربحاتهم هي نسبة ربحاتكم أقل وفاق ذي كله الدعم اللي يصير طويل اللي عندكم هو دعم اللي هي الطويل في النظام فأصلاً سامسونج نسبة ربحات يعني كبيرة جداً في الجوال ذن إن أغلب القطع هي اللي مصنعت فأبل مثلاً تقول لك تأخذ من كل ميج كل شركة القوي عندها. ثاني حاجة أبل عندها السوفتوير وعندها الهاردوير، يعني مثلاً سامسونج تصنع الهاردوير اللي عندها علشان السوفتوير، أبل لا تلعب في الاثنين وتأغلمهم اثنينهم مع بعض. لأن ان السوفتوير ما بلها سوفتوير اندرويد هي تقدر تعدل عليه بس ما تقدر تبدا تعدل عليه كل شيء. فهذا اللي عندي التأقلم. فاقول لك يا الجهاز ودعم الاربع سنوات بالراحه مع ميزات جديده انت بتغير بس عشان ما تحس بممل، ابل تنزل لك ابديات وميزات تقول لك اوه في ميزه جديده عندك في الجهاز نزلت الجهاز حقك شريته سنتين ثلاث سنوات تنزل لك ميزه جديده ما تنساك. الجزء الثاني تقول لك لا شريته خلاص. ثاني شيء الإيكو سيستم والتناغم بين الشركات بين من الإيربودز اللي شريت ركبت بدلاً شبكت في الآيفون هي تنشبك في الآيباد تنشبك في السماعة أبل كلهم نفس الشيء البالدي. أشبك مثلاً الوايرلس أشبكه في الآيفون مشبوك في الآيباد مشبوك في اللابتوب كلهم في الآيكلاود. أحط الملاحظة هنا في كلهم حتى لو إني أستخدم جوجل حقي ما أقدر أستخدم الآيكلاود حقي أقدر أستخدم أي ميزة عندي. فتحس إن أبل تقول لك أوكي بس حط سجل في هذا وخلاص وعيش أنتوا في اشياء. لا شوف هي على سبب الميزات والتحديثات يعني جوجل سوتها الحين مع البكسل اللي عند البكسل 1 تحدث على باي وخذ اللي هو النايت مود توب شوت هذا اخر سنه لها او سنه خلاص اخر سنه حق اللي هو البكسل الاساسي والبكسل 2 تحدثوا اللي هو للبي وخذوا اللي هو النايت مود والتوب شوت وغيره والشغلات الجديده اللي سوتها في النظام خاصه اللي هو السكرين شوت لأن عندهم مدة طويلة ترى السكرين شوت مالهم غريب وما تقدر تقصه من وتقدر تسوي له شير من البداية وذيلي لأن كان من أكبر المشاكل عندهم. يعني لو بقول لك الحين بتقولي بالبيكسل بس هلا أشتري بيكسل؟ أنا كنت بشتري بيكسل، أنا كنت مستنى البيكسل عشان بشتري لأن بس شوف شو لو تذكرون وكنتوا تابعين الأخبار كان المفروض أن البيكسل 3 XL كان المفروض جهاز كذب كان جهاز يبون خلق الله يحسبون انه بيصير الناتش كبير وكل شيء بس طلع الكذب حقيقي هي مسوي كذا تبي تاخذ السوق من ابل ولا والمشكله انه وهم اعلنوا عنها جابوا الديزاينر المصممين كيف انهم فخر عندهم بتصميم الجهاز جهازش لو اشوفه مقارنه بالبيكسل 2 احس ان البيكسل 2 هو الجديد اذا مسكته تحس بالفرق بس من ورا لو تشوفه تحس ان الجهاز من ورا بلاستيك تحس ان الجهاز لعب ولا جهاز دميه اللي تلقاه في محل الجوالات أتوقع هذا الفيديو حين وضح عندك شيء تقوله؟ هي تعدد الشغلات هذا اللي تخلي خلق الله وتخلي الشركات الثانية حتى تقدر تشوف اللي هي الميزات وتقدر تعدد عليها لأن ما أتوقع أبل كل ميزات هي اللي فكرت فيها في ميزات حال شفات عندنا يعني في الأندرويد إحنا لو تحط الشركات الصينية ما بمعروف ولا شيء تجرب شغلات كثيرة شفتها عند مثلا شركات صينية شغلات ولا بمسجلاتها الشركة الصينية تقدر أبل تسويها أحسن وغير الشركات الثانية تقدر يعني يسوونها بطريقة يعني أفضل ويخلون يعني داخل النظام تستخدمها ما ببطيئة ما تخترب ما يصير لها كراشات مثل لأن أغلب الشغلات من الشركات الصينية وذيل إذا تحوس صح هذا من مشاكلهم. احنا في الاندرويد تقدر تشوف تعدد الفكر تعدد الشركات اللي هي بتروح للطرق كثيره في جوالات مسوينها لشيء معين او لناس معينين او الحين من الماركتنج مالهم حق سي او اوز
اسمنا اللي هو الحماية فيه، معنا الحماية ما بقول شيء، بس اللهم صفحة خصبهم اللي فيه الشعارات كلها الموجودة، الكيبورد الشورت كاتس، وترى البلاك بيري انا استخدمت بلاك بيري اللي هي باسبورد، بلاك بيري باسبورد. انت تذكر ان بلاك بيري ما استخدمته انا؟ استخدمت بلاك بيري كان في كان المنطقة عندنا ما عندها احد. ايش فيك؟ استخدمت البلاك بيري تذكره على وقت يوم كنت ابتدائي تقريبا بكره كان عندي اول واحد ذاك القديم ما كان احد موجود في... طبعا يوم شريته قبل ما ينزل الايفون 3 جي تقريبا على 2000 كان يعتبر تقني يعني. انزين احنا بنتكلم التعدد اللي عندكم في الاندرويد اوكي، بس بالنسبه لي ابي جهاز متقن. هم الشركات كثير يجربون هم شلون، لان ما عندهم الار ان دي مثلا مال ابل يعني وغيره. هم يجربون وابل تحطه بالعصر. لا ما عندهم بعضهم الار ان دي نفس ابل، كل هو معالجات كالسيبيوات وديلي يتطورون. انا الحين ما بعجبني ان اللي عندك اللي هو الاكسينوس والسناب دراجون ويا ايش اسمه ذاك الثاني مال ايش اسمهم مال هواوي، الاكسينوس مال سامسونج والسناب دراجون مال كوالكوم اللي موجود على قبل الاجهزه، وفي ميديا تك اذا ما ينحسب تلقى جوالات صينيه غير معروفه. هواوي والمعالج مالهم كيرن طبعا على وقت طويل كنت اشوفه انا في السوق، كانت كل السبيوات عندنا اللي هو او الاثنين الاساسيين هو الاكسينوس ويا السناب دراجون كلهم ما كان فيهم تطور كل سنه، يعني ظلوا سنين طويله انه بس اللهم يسرعون السبيو، بس يسرعون السبيو ويصير في يعني تحسين البطاريه اقل صرفيات شغلات كذا. يوم جيل كيرن حط اللي هو الاي اي وصار يصير اسوسي، لانه هو ترى اول واحد صار اسوسي منهم سيستم على كم سيستم على تشيب. طبعا هواوي معالجات بعد بالنسبه لي انا اي معالجات ترى مو بهالدرجه، بس خلاص معالجاتهم بهالدرجه، بس اللهم هم سووا شيء جديد في المعالجات والبقيه كلهم لحقوهم، لان السنه اللي بعد على طول صار اسوسي اللي هو السناب دراجون. طيب ما عليه، احنا في النهايه المشاهد شاف كل شيء، فانت بالنسبه لك تحب التعدد في الاندرويد، تعدد في الاندرويد الراحه تحس انه صد جوالك. ثاني شيء بعد عندنا في الشرق الاوسط احلى شيء انك تصبر كم من شهر وتح سعر الجوال وتروح تشتري رخيص، تشتري على 2000. هذا بالنسبه لي هذا سلبيه، انت عندك ايجابيه. ايجابيه للمشتري يعني زين، شريت الحين وبعد 6 شهور طاح زياده، شلون ما صارت ايجابيه؟ تجي تبيعه، ما هذا سلبيه صار للمشتري اذا بتشتري. والبايع ان اللي هو البيع ما في شغلات كثيره في الحياه اصلا سعرها بعد. لا احنا بغنك بالايوس ابل، اي ابل حتى عندنا احنا هناك تمسك سعرها. اي هذا اقول لك، فابل تصير ميزه اكثر انك تجي تبيع الجهاز مو بنفس الاندرويد. يعني مثلا انا الجهاز الحين حقي نزل في سبتمبر شريته، نفس لو بشتري الحين هذا يعتبر ميزه، يعني ما يحتاج انتظر اشتري في الوقت اقول ما راح ينزل سعره. هو لا ما تعتبر ميزه، ما دفع اقل تعتبر ميزه انه نزل سعره عشان شريته. هذه سلبيه في الجهاز حقي اني ما راح اشتريه اول ما ينزل، ان ادري ان الجهاز اللي شريته الحين سعره بعد 6 شهور الشركه تطيحه. ابل ما تطيحه، هذا يعتبر ميزه في ابل انك يعني اقول لك ان السلبيه في الجهاز ان السعر الحين مو بنفس سعره بعدين، ما بنت الحين تقول لك لا تشتري الجهاز اللي بعد 6 شهور بيطيح قيمه، ولا راح اشتري مستخدم بتطيح قيمته لو تبيع مستخدم بتطيح قيمته واجد. اي ابل ما تطيح قيمته، لو اشتري ابل بعد 6 شهور ابيعه افضل من اشتري سامسونج بعد 6 شهور ابيعه. صدق انت ميزاتك ان تعدد المهام، الجهاز يطيح قيمته بعد شوي، انا عندي سلبيه ذي، انت عندك ايجابيه. ثاني شيء احنا عندنا تقنيات تجي، احنا عندنا قبل احيانا ما تشتغل عادل، ما تصير عادل، يعتبر سلبيه. ما بكلهم عادي يعني، الشركات في بعض الشركات صدق يجيبون العيد فيهم. طيب انا اكلمك عندك اوكي تعدد تعدد والتقنيات كذا. بالنسبه لي عندي جهاز واحد اقدر اشتريه وخلاص، يدعم لي 4 سنوات، ميزات جديدة كل سنة، كل 6 شهور ميزات جديدة في جهازي، حتى لو إنه بعد سنة وسنتين. التقنية اللي نزلت فيه حقيقيا عادلة. عندكم الأول ينزلها هو هذا نزلته قبلكم، حتى وإنه ما تشتغل هذا، بس نزلناها قبل إحنا. عندنا الميزة الواجهة بس يحرق العين، بس إحنا نزلناها قبل. يعني تنزل عندكم الميزة بس ما بمدروسة، تضر الشخص بس يقولك إحنا نزلناها قبل. الجهاز سعره فيه منه فيه. والسيستم والإيكو سيستم والأشياء ذي كلها، والجهاز هذا اللي شريته الحين بعد 7 شهور نفس السرعة. مستحيل تصير بالاندرويد، الاندرويد نزل ابديت فرمت الجهاز اول شيء عشان تشغله عادل. والجهاز حقك الحين بعد 6 شهور يختلف سرعته، مستحيل يصير نفس السرعه. كاميرا انا شوف بالنسبه لي انا استخدمه حرقه ومتروس طبعا، الحين ما بقى تقريبا فيه الا اقل من 20% اللي هو مساحه، بس يعني ما حسيت بيه فرق ذيك السرعه. فخلاص على كلامك انت، انا بالنسبه لي اتقان البرامج، الكواليتي حق البرنامج، البرنامج ما يعمل الكراش، 1% يعمل الكراش. الجهاز حقي دعمه قدام، الكاميرا عندي لو بقارن 6 بالنسبه لي على كاميرا النوت، خصوصا اللي قدام. شفت انت كاميرا النوت شلون اللي عندك، نوت 8 اللي عنده
السكس عندي قبل ثلاث سنوات افضل من انا بالنسبه لي ابل والى الان ابل ماشيه. انت بالنسبه لك الاندرويد ما ادري اي جهاز بالنسبه لك الاندرويد كل سنه أوكي. كل سنه عاد تختار وش جهاز يعني انا السنه كان ودي البكسل اصلا كنت ابي بشتري البكسل اصلا البكسل 3 كنت بسوي تريدين حق ذا واشتري البكسل 3 بس طاحت منك. فهذا الفيديو بنهايته ان شاء الله عجبكم الحوار واذا تبون نسوي حوارات ثانيه عن اشياء ثانيه اكتبوا لنا تحت تعليقات بس اذا كنتوا تبون نسوي حوار ستار وورز والسلام عليكم.